مشاهدي الكرام، مساء الخير عليكم، مرحبا بكم معنا في حصة خيرات بلادي. كما راكم تشاهدوا فينا اليوم راح نهضروا على الشيفلور، تابعونا. الشوفلور نبتة غنية بالمواد الكبريتية ويعرف أيضاً باسم الزهرة أو القرنبيط. يقول علماء التغذية أن الشوفلور من أكثر الخضروات احتواءً على مادة الفوسفور، فهو مقوٍ للبنية. فالشوفلور يساعد على تخليص الجسم من السموم، ويساعد أيضاً في علاج سرطان الثدي، حيث ذكرت دراسة أجريت أن تناول الشوفلور يمكن أن يجعل المصابة بمرض سرطان الثدي لديها قدرة أكبر على الشفاء، يقلل من الإصابة بالأزمات القلبية، يعمل على استقرار نسبة السكر في الدم، يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع. الشوفلور يساعد على تفادي الإصابة بالعمى، وإضافة إلى ذلك يحتوي على نسبة عالية من الألياف، فهو غني جداً بالمواد المضادة للأكسدة، وهي تلك المواد التي تحمي الخلايا من التلف بسبب الجزيئات غير المستقرة. مساء الخير الأخ جلالي، احنا متواجدين معك في مزرعة خيرات بلادي. كيفاش باش دخلت المجال الزراعة؟ انا دخلت للزراعة في درت ستاج في الخميس مليانة، قريت في الخميس مليانة، بعد التحق بهذه المزرعة هذه كمستشار فني في 88. جات لا ريورغانيزاسيون تاع لي دومين اوتوجيري، من التسيير الذاتي ولينا المستثمرات، ولينا المستثمرات فلاحيه، رحنا مستثمرات فلاحيه اعداد من ثلاثه حتى 10 12 متراس في مستثمره فلاحيه. الخطوه الاولانيه كي تجي المزرعه ديالك واش دير؟ انا كي نجي المزرعه تاعي الخطوه الاولى هي نشوف عموميا الحاله تاع المزرعه تاعي، لا كانش ما كانش مضره ولا، ثم ننطلق ثم نروح للمصالح اللي عندي اللي قريب توجد واللي حساسه، كما نقولوا احنا هنا في شوفلور لهنايا، نجي نشوف ولا ما كاش المرض ولا الاخر شوفلور هذا راه عطشان ولا. هذه هي الحاجه الاولى نشوفها عموميا، ومن بعد في النهار يبانوا امور واحده اخرى. أين ينمو الشيفلور؟ الشيفلور تقريبا ينوض في كل أراضي، وإنما ربما بالك الأرض ثقيلة تخرج عليه خير، يعني في الشتاء خير من اللي خير من الأرض اللي رقيقة اللي فيها الرمل وكلش اللي يطلب الماء بزاف. هو يحب تراب كبير كيما هنايا يولمو تراب، هذا يولمو هو ينوض تقريبا في كل أراضي يعني الأخر، وانما في تراب كبير ينوض ما خير حتى المرض تاعو يجي ما خير. ما هي نوعيه التربه الملائمه للشيفلور؟ التراب هذا وين اللي قلت لك عليه، هو الشيفلور يحب تراب كبير، يحب لاترلورد، ما يحبش الاراضي، حتى لو ينوض في الاراضي خفيفه وكل شيء وكذا، بصح يحب الاراضي كبار يعني لاترلورد تاع ارجيلوز، أرجيلو ليمونوس كما يقولوا بالاخر، تراب اللي فيه التراب كبير مخلط شويه بتراب رقيق. ينوض يعني لاباس عليه والمنتوج تاعو يجي مليح. ما هو المناخ الملائم؟ هو الشوفلور يحب ينمو في ينوض في البروده، يعني يحب البروده، ما يحبش السخانه بزاف. وانما كاين دوك بالك نقدر نقول لك باللي على العام نلقاو الشوفلور في المارشي، نلقاو الشوفلور هنا يدخلوا شويه يعني كيما لا كونكورونس على السومه على، فهمت؟ كاين هو يحب البروده، هو بكري احنا كنا الشوفلور نشوفوه غير في الشتاء، دوكا ربما في لي زيطال ولا في لي مارشي تلقاه، من في الصيف تلقاه، وانما تلقاه لا كاليتي شويه عيانه، تلقاه صغير وماشي بيض مليح، فهمت كيفاش؟ ولقوا بالك عيان. هو سي ان ليغوم دو بريمور، يوجد في الشتاء، يوجد هكا من نوفمبر وروح، وانما دوك الناس كاين دي فاريتي اللي راهم يجيبهم اصناف يجيبوهم يغرسوه مع البكري، حتى لو في سبتمبر يوجد في المارشي.
في سبتمبر يشوف هذا على الاسعار، على الاسعار يكون حاجه قليله والسعر تاعو يكون الاخر يكون غالي يكون مرفوع. وانما شوفلور يحب البروده، يعني شوفلور تاع جانفي فيفري يجي خير تاع سبتمبر تاع اكتوبر. شحال من نوع تاع الشيفلون عندنا؟ انواع دوك انواع راهي كثيره، لي سيمونس دوكا راهي كثيره، وكل عام يخرجوا دي سيمونس واحد اخرين، دي سيليكسيون هبريد كيما نقولوا حنايا، دي سيليكسيون جينيتيك باش يخرجوا زريعه اللي ربما تمد مردود اكثر وتكون كاليتي مليحه وتكون تخرج تسمى لا بريمير توجد بغير وقت. هذو كاع سي دي بارامتر اللي الناس اللي ربوها الزرارة اللي يخرجوها الزرارة وكل شيء كذا ياخذوهم بعين الاعتبار. مثلا هذا الشوفلور اللي راه فيه اليوم هذا لا فاريتي تاعو يقولوا لها اريزونا. كاين دوتر جو سيتي دوتر فاريتي، كاين سولو، كاين بزاف لي فاريتي، كاين دي فاريتي تاعنا حنا اللي ربوهم حنا الاخر ويخرجوا ملاح، يعني في وقتهم يخرجوا ملاح. سينو كاين دوتر فاريتي اللي راهم كل عام يخرجوا دي فاريتي جدد. الزريعه راهي موجوده والله، يقول الزريعه يقول لك اللي بكر على حاجته وقضاها، فهمت ليا؟ دوك انسان اللي يروح عارف باللي في البلونت كولتور تاعو راح يغرس الشيفلور لازم مثلا الزريعه تاعو يوجدها البكري، ما يخليش حتى تكون لا طونسيون عليها تكون يعني طالب قوي ومن بعد يولي يروح يشري الزريعه ما يلقاش، حتى لو يلقاها بسعر فهمت مرفوع بزاف. كاين الزريعه اللي نغرسوها وما تعطيناش الانتاج؟ الزريعه هي اللي تباع في الاسواق، مطلوب ان تكون اومولوجي، يعني تكون الدوله ترخصها باش تتباع في الاسواق. وهذا المنتجين تاع الزراعه كي يبيع لك زريعه المفروض يكون فيها زوج حوايج، اللي هي نقولها بالروميه اللي هي لا فاكولتي جيرميناتيف، يعني يعطيك مثلا قال 100 حبه تاع زريعه تاع شيفلور تاع شوفلور، قال شحال تعطين شحال تنبت منها، هو يعطيك مثلا يعطيك 96%، يعني كل 100 حبه تاع زريعه تاع شوفلور تنبت منها 96 حبه، هذيك ربعه ما ينبتوش، هذا يعطيها لك الاخر. هذه اولا. وكاين يعيطوا لها لامبيورتي فاريطال، يعني يعطيك شحال لامبيورتي فاريطال، معناتها قال في 100 حبه تاع شوفلور يقول لك هو مثلا 98% تلقى 98% تخرج لك شوفلور، وزوج حبات هذوك بالك يخرجوا حاجه واحده اخرى، ولا هذه يعيطوا لها لامبيورتي فاريطال. تقدر تورينا كيفاش نغرسوه؟ حنا نجيبوا ديزالفيول شغل كيسان هكا، ونجيبوا التيرو، نجيبوا الرطبه اللي يعيطوا لها لو تيرو فيها شغل غبار، نعمروا الاخر ونغرسوا بالحبه، ديروا لا بلاصه مليحه نعلوها هكا شويه، ونجيبوا الماء لاروزوار ونسقوها، نسقوها هكذا، كنسقوها دائما حتى تنوض، كي تنوض بعد حوالي على حسب المناخ من 40 يوم حتى ل 45 يوم، نعاود نحوها من الاكياس هذوك ونجيبوها للطراب نغرسوها في الطراب. واش من شهر نغرسوه؟ دوك الشوفلور كل واحد كيفاه يغرس، فيها دي بارامتر. كاين اللي يقول كان نوجد الشيفلور تاعي على البكري، نغرسو بكري باش يسوى لي دراهم باش في السوق يكون غالي وكذا كذا. كاين اللي يقول لك لا انا نوخرو شويه نبيعو في الشتا خير، خاطش في الشتا يوزن مليح وعنده وجه مليح وكذا، وفهمت كيفاش، والمردود تاعو يكون مليح. دونك كل واحد كيفاش. حنا نغرسوه من 30 مي، روح من 30 مي نبداو نغرسو. كيفاش نسقيوه؟ شحال من مره في الاسبوع؟ السقوان حنا كما قلت لك في الحوض هكذا نسقوه كل ما يحتاج الماء نسقوه ما لازمش نخليه تراب بلا روزوار، نسقوه بلا روزوار. كي نرحلوه للتراب نغرسوه في التراب كيما هنا كيما راكم تشوفوا عندنا الكوتا كوت، حنا نسقوه بالكوتا كوت. البدايه نسقوه بشويه باش يشد روحه، خاطش ما لازمش تكثر له الماء بزاف، باش هو كي تكثر له الماء ما يديرش العرق، لازم تنقص له شويه ماء باش هو يدير العروق ملاح وهو يحوس على الماء. كي نغرسوا شحال تريح النبتة باش تمد لنا الخيرات؟ هو حوالي من الخمس شهور حتى الست شهور، يعني هذا المنتوج هذا يوجد على حساب التراب،
وعلى حسب الـ 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 الاسمده اللي تمدهم وعلى حسب كاع العمليات هادو لي تكنيك كولتورال هذه على حسب الحارث على حسب الزريعه على حسب الاخر وكذا. لكن كلش موالم يعني كلش تلايم الاخر ما يطولش يمد ويمد حاجه مليحه. والدواء راه موجود؟ الدواء لا موجود، الدواء موجود يعني دوك راه السوق حر. احنا رانا درنا الدواء تاعنا وهذاك الدواء يضر الانسان. دوك الادويه هذه كما قلت من قبيل برودوي باش يكون هومولوغي باش يتباع هنا في الجزائر فيه الاخر تاعو فيه الشروط. قال مثلا في الدواء قال لك يقول لك مثلا لو باتريتي كيجور ابري، تاع يقول لك دير الدواء اليوم في طوماطيش، الطوماطيش تاعك ما تسوقهاش بعد 15 يوم باش ما ياكلهاش ولا شلاضة ولا خاصة الحاجة اللي ناكلوها كري ما نطيبوهاش. أنا فرصة يعني نقول للفلاحين ما ينحيوش المنتوج تاعهم كي يكون كي اليوم يدير له دواء في العنب غدوة ينحيه يديه للمستهلك. كاين اللي ما يخممش في المارشي يبدا ياكل في العنب هكذاك هو بالدواء تاعو وكثرة الأمراض وكل شو بدأ. يعني كي نولوا للآخر دوك أدوية هذه كاين طريقة تاع استعمال تاعهم كلش باين، القانون باين كلش باين. شحال يعطينا في المساحة من القنطار؟ شوف لوري شوف يقدر يمد من 80 حتى ل 120 قنطار في القطار. هي شوف لور هذا دوك حنا فلاحين عندنا طريقه تاعنا كيفاش نقلعوه. قال شوف لور ما تخليهش، انا لو كان نخلي الراس يولي وزن 3 كيلو المردود يطلع، بصح هذاك الراس اللي وزن 3 كيلو كي يلحق المارشي ما يتباعش بسهوله. ماذا به الناس يشري راس صغير تاع شوف لور ما يشريش راس كبير، بالك يشري زوج صغار يطيب واحد ويخبي واحد، الكبير هذاك ما يمشيش بزاف. دونك حنا نحوه كي يكون يعني ميزان تاعو يكون مويا، يكون خلوه يكبر بزاف ثاني يولي صعوبات في الاخر، يولي دوزيام شوا يولي ما يتباعش وكل شيء وكذا. دونك هنا علاش قلت لك هكذا، بعد يختلف المردود يختلف، لو كان تخليه يكبر يجيب لك مردود اكثر. احنا نحيوه مايا دونك يدير من 80 حتى ل 120 كي قنطار في القطار. واش من شهر نبداو نحرتو؟ نحرتو احنا شوف لور اللي كان نغرسوه في 15 جويي ولا احنا نحرتو في الربيع. في الربيع لازم نحرتو، ما نستناوش حتى الصيف تكون سخانه ويكون تراب يابس ولا اخر باش نحرتو. احنا كان معولين نديرو بلونت كولتور عندنا قطار شاع شوف لور نحرتو في الربيع في مواد افريل. غير تخلى الشتاء فهمت التراب ينشفوا الاخر نحرثوا ديروا دي لابو بروفون ونخليوها هكذا كيشيح شويه تراب وكل شيء وكذا الاخر في وقت المولى لازم ندخلوا من بعد هذيك نبداو نوجدوا التراب يعني يعطوا له ليت سيمونس نبداو نوجدوا له ليت سيمونس باش نغرس. تقدر تورينا كيفاش نحوا الشي فلور؟ هاوليك القلية تاع الشوفلور كيفاش؟ الشوفلور نقطعوه هكذا فوالا نقطعوه بالموس هكذايا. هاو لي كراس تاع الشوفلور نحو هكذا، نحيرو الورقات هذو هكذا بعد نقطعو له هذا البيدونكول هذا كيما يقولوا بالروميه فوالا نزيدو له الحروقه هذه ما نخليولوش بزاف لا الاخر تاعو هذا البيدونكول هذا طويل بزاف خاش هذا يوزن والمستهلك ياكل شوفلور ماشي ما ياكلش هذايا. حنا نحو له هذا هكذا نخليو له ورقه واحده اللي تغطيه، ورقه واحده نقطعوها هكذا ونزيد لها واحده منها هكذا، هذه نقطعوها هكذا وهذه نقطعوها هكذا فوالا ونخيلوا له حاجه قليله باش يتغطى باش ما يتوسخش. وراس تاع الشوفلور يجي صغير هذايا طري وشباب فوالا. راكم تخموا باش تغرسوها في بيوت بلاستيكيه؟ والله الشوفلور في البيوت البلاستيكيه يعني قليل اللي يغرس الشوفلور في البيوت البلاستيكيه. علاه؟ خاطر البيوت البلاستيكيه راه انفستيسمون كبير، سي ان انفستيسمون لور. دونك انت تدير الاخر باش توجد شوفلور راه قريب على العام كاين. احنا رانا حرتنا الارض تاعنا وقبل ما نغرسوا راكو تعيطوا باش يعيروا لنا الاراضي؟ والله احنا الاراضي نعيروها، وانما ماشي ما نعيروهاش كل ما نروحوا نجيو نغرسوا منتوج ولا نعيروها، لا. احنا التراب تاعنا نعيروه 3 سنين 4 سنين، خطراب 3 سنين في 4 سنين. ربما يكون مواد فيها ناقص في تراب ناقصين ولا حاجه، احنا نعرفوا باش نعوضوا بالاخر بالاسمده فهمت. ما نعيروش، كل ما نجيو نغرسوا منتوج نعيروه. ربما لو كان نجيو نغرسوا شجره لي باسكو تقعد
بزاف في التراب، هذا كنعايروا التراب، نعايروا التراب تاعنا ونشوفوا على حسب التعييرات هذوك واش لازم لترابنا كاسمده كلا الاخر. المهندسين راهم يقولوا احنا ما مش يعيطونا، بصح لو كان يعيطونا نجو نعايروا لهم التربه تاعهم ونعايروا مجاني. لا هذه شهاده الشهاده لله، ما كاين كاينين فيلم اللي ما نسميهاش هنا في هذه المناسبه هذه اللي اقترحوا علينا تعيير تاع تراب مجانا يعني بكل اخر. ونشكر للمناسبه هذه نشكر جماعه اعضاء تاع المكتب الاداره تاع الغرفه تاع الفلاحيه الجزائر اللي داروا يوم دراسي على فيما يخص هذا الموضوع هذا، وجاوا الناس هذو اللي اقترحوا علينا باش نعايروا التراب تاعنا وندير لهم لي زيشونتيون، وداروا لنا يوم دراسي وراونا كيفاش ناخذوا التراب لي زيشونتيون تاع التراب تاع لي بارسيل تاعنا باش ندير لهم ويعايرونا التراب تاعنا مجانا. شوف له راهو طانا وكي نحوه واش نغرسوا في بلاصتو؟ والله يعني حتى على حسب الامكانيات تاع الفلاح والاحتياجات تاعو. دوك وكاين اللي يخلص له مثلا شي فلور هكذا يخلص له في نوفمبر، ولا كان الجو خلانا كيفاش الاخر، كاين اللي يدير الكورد، كاين اللي يدير شعير، كاين اللي يدير فهمت، كاين اللي ولا كان عنده نقله تاع البسباس كاين يدير البسباس. واليد العامله راهي موجوده؟ يد العامله هذه بون سي فالابل بورتو كاع المنتوجات كامل، يد العامله راه مشكل كبير. شي فلور راهو مطلوب في السوق؟ والله هي في نهارات تاع البرد هكذا تاع الاخر الناس تستهلك الشوفلور، تستهلك لاكارد الخرشف، تستهلك الاخرين، يمشي في السوق. نعم يمشي. كيفاش تسوقوا المنتوج تاعكم؟ المنتوج تاعنا نحوه منا ندوه مباشرة للسوق بالجملة، لي مونداتير يبيع لي ديتايون يبيعوا لي كونسوماتور المستهلك. شي فلور انا نصدره للخارج؟ والله يعني نقول لك انا على حسب معرفتي انا كيما المنتوج هذا ما شكيتش يبعثوه للخارج. شي فلور ما شكيتش، ماهوش ان برودوي يعني اللي تيكسبورتا وكل شيء هذا. والله يعلم بالك دوك ولا كاين دي بواط بريفي اللي يديروا ليكسبورتاسيون، بالك ما عندناش خبر ما نكذبش عليك. ما هي المصاعب والمشاكل اللي راكم تلقاوها؟ والله احنا كفلاحين احنا نخدموا مع لو كليما، مع لا ناتور، مع الاخر هكذا. تسمى حاجه اللي تجي مليحه تقيسنا ماشي مليحه تقيسنا، هذه حاجه الاولى. ثانيا يد العامله هذه الناس راهي تتخلى على الخدمه من جانب اليد العامله اللي ما كاش. ثالثا كنا نهضروا على التسويق ما يخفالك صحاب البطاطا يخسروا بزاف، خاش الفلاح اللي يخسر ما يعاودش يولي يخدم كيما كان. الانسان باش يرفد روحه صعيب الحال، هذو كاع مشاكل اللي يعيشهم الفلاح. مشاهدي الكرام هكذا ما بقى لي نقول لكم بقاو على خير، نتلاقاو في عدد آخر بحول الله. سلام.